الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية. سيد نبيل، ما هو الحل من وجهة نظرك لما يجري في زنجبار؟ كيف ستنتهي الأمور وهذه العمليات؟ بداية دعوني أوضح لكم الصورة كاملة التي ربما وقع فيها بعض وسائل الإعلام في توصيف هذه الجماعات التي تتواجد في زنجبار. هذه الجماعات يا سيدتي هي جماعات مسلحة، جماعات مسلحة وعبارة عن مجاميع ربما تنتمي إلى أكثر المناطق القبلية في منطقة أبيان وشظوة، وهذه المجاميع هي مجاميع أعداد كبيرة منها خرجت بسلاحها عندما رأت كانت محسوبة إلى وقت قريب على النظام، وكانت تتلقى دعما كبيرا ماليا و عفوا سيد نبيل، بحسب ما فهمت، لان الصوت غير واضح، هل تريد ان توضح لنا بان في ما يجري في زنجبار بالتحديد ليس بين قاعده والامن او الجيش في هناك، وانما جيش الحكومه، وانما بين جماعات مسلحه كانت قريبه من الحكومه والان مع الحكومه؟ نعم، هذا بالتحديد ما يجري في مدينه زنجبار وبعار منذ اسابيع. هناك جماعات رأت الفرصة المواتية أن تأخذ ما كانت تحصل عليه من قبل النظام حينما بدأ النظام ينهار ويتحاوى، أرادت أن تدخل بنفسها وتحصل على ما كانت تحصل عليه من قبل النظام سابقا. والدليل على ذلك هناك اليوم يعني اختلاف السيناريو واختلاف التوصيف للعمل الذي تقوم به عما كانت تقوم به القاعدة. القاعدة لا في استراتيجية القاعدة لا تسيطر على أراضي ولا تحاول أن تقيم فيها ما يصف بالإمارات الإسلامية، ولا تحاول القاعدة أن تخوض قتالا ولكن سيد نبيل، هذه الرواية قيلت منذ بدء الأحداث في زنجبار، ومرت يعني مر أكثر من أسبوعين على هذا الموضوع، لماذا يستمر المسلسل إن كان مسلسل كما تسميه؟ يا سيدتي، الحديث عن مسلسل هو حديث حقيقي، لكن الذي ربما دخل في الخط هو أن هذه الجماعات وصلت إلى مرحلة فقد النظام السيطرة عليها. نعم، واضح. شكرا جزيلا لك على التوضيح. من تعز نبيل بكيري، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية.